أمريكا تلعب دور كبير، يعني أمريكا حتى تتحكم فيه. لفترة طويلة أمريكا مثلا طالبت الصين بزيادة حصتها التي تنفق من قبل الصين على البنك الدولي، فالبنك الدولي بيستطيع أن يقرض الدول ويساهم في مشروعات التنمية. فعندما يعلن الرئيس الأمريكي مبادرة تشرف عليها وزارة الخارجية في الحكومة الأمريكية لمقاومة الأوبئة، هو بيقترب من ما يعرف باسم بريتون وودز سيستم، عمل البنك الدولي. ويعني معناها أن أمريكا تريد أن تدير المنظمات الدولية حسب الأجندة التي تمليها الحكومة الأمريكية.